بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت أعمل هذا الفيديو أفرجيكم بس النتائج اللي حتى الآن بعد 24 ساعة في الإعلان السابق. أوكي، الإعلان السابق أنتوا شفتوا عملنا إعلانين، واحد كان مستهدف ال WCA website custom audience، الناس اللي أصلا دخلوا موقعي قبل ذلك. أوكي، والإعلان الأول كان مستهدف look alike fans، الناس اللي بيشبهوا اللي عملوا لي لايك، واستهدفنا كل البلدان إذا متذكرين. تمام؟ طيب الآن في البداية أنا حتى الآن 24 ساعة صرفت 2 دولار ونص. طيب هذا إيش يعني؟ يعني أنه أنا دافع قليل، لأنه أنا حطيت المبلغ اليومي 5 دولار، وبالتالي أدفع في 24 ساعة فقط 2 دولار و55، إذا أنا دافع قليل وبالتالي إعلاني بيظهر بشكل قليل. أوكي؟ هاي أولا، هاي أول ملاحظة أخذتها من التقرير تبعي. طيب الآن ننزل على التقارير هون. قبل ما أشوف التقارير هاي، طبعا عملت كولومز، اخترت من هنا، عملت كاستم، أوكي، وقمت باختيار الأشياء المناسبة إلي، اخترت الأمور اللي أنا بدي إياها في التقرير. يعني أنا ما بدي أمور مثل الكليك والسي تي آر، مش مهم، أنا المهم عندي هاي الأمور، اسم الإعلان، الريزلت، الريتش، الكوست بشكل كامل. حتى الكوست أنا بصراحة لو أشيله أحسن، لأنه هنا بيظهر لي الكوست، يعني كم انا بدفع على الكونفيرجن المعدل الكامل. بس انا اذا انتم متذكرين انا عندي 2 كونفيرجن، واحد كونفيرجن للايميل، الناس الليدز اللي دخلوا ايميلهم، والكونفيرجن الثاني الناس اللي اشتروا. طب انا مش مهم عندي كثير انه اعرف المعدل لهدول 2 الكونفيرجن، فالكوست ممكن اشيلها. تمام، الريتش اوكي مهم، انا بدي اشوف كم واحد اعلاني وصل له عشان اقارن هل انا بدفع قليل ام كبير او هاي الامور. كم انا دفعت حتى الان؟ اوكي، ريليفنس سكور، كم مناسبه اعلاني للناس من 1 إلى 10. اهم اشي هدول الاربعه، الكونفيرجنز، كم تحويل وصلني بالتحويل الاول اللي هو باي ماي سمول ريبورت، الناس اللي اشتروا، بعدين الكونفيرجن، الناس اللي حطوا ايميلهم، بعدين كم الكونفيرجن الاول تبع باي ماي ايميل، الناس اللي اشتروا، كم كلفني الكونفيرجن الواحد، وكم كلفني الليد الواحد. هاي المعلومات اللي انا بدي اياها في هذا التقرير او في هذه الحمله الاعلانيه تبعتي. اوكي، وعملت ابلاي. تمام، الان بعد ما عملنا ابلاي، زي ما انتم شايفين بدا التقرير يظهر كما نريده بالضبط. اوكي تمام، الان طبعا بدا اليوم الجديد، فكما لاحظتوا لما عملت ابلاي طلع في هذا اليوم الجديد الان بدا 10 سنت. طيب الان، وكما قلت، بما انه صرفنا في يوم تقريبا النصف، اذا انا اكيد بعمل بيد اقل من اللازم، يعني انا اعلاني لا يظهر لناس كتير، وبالتالي العدد اقل، المبلغ اقل بدفعه، فهنا ممكن ازيد لكن حسب النتائج. الآن الملاحظة الثانية، إنه الإعلان الثاني هنا مفيش فيه نتائج مع إنه أكتف، مفيش فيه نتائج مع إنه أكتف. هذا 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 ماذا يعني؟ يعني بكل بساطة إنه أنا بدفع قليل على الإعلان، عشان هيك إعلاني ما بيظهر، وبالتالي ما حدا شافه، ومفيش ريزلت طبعا، ومفيش ولا نتيجة. فهنا اللي حعمله إني حفوت على الإعلان، أعمل إديت وأحاول أزيد البيد. انا اعتقد هنا اذا متذكرين دفعت 5 سنت، لا هخليها مثلا 20 سنت. انا ممكن ما ادفع 20 سنت، ممكن ادفع 6 سنت، لكن انا بحب احط الرقم عالي علشان ادفع احسن واحد من كل اللي بدفعه، عشان الاعلان يظهر اكثر شيء، عشان الم بيانات مثل ما حكينا، هذا هو المهم. تمام، طيب الاعلان الاول ظهرت بعض النتائج، لكن نتائج مذهله، خلينا نشوف مع بعض على حسب التقرير اللي حطيته. يعني بيحكي لي في العمود الاول الريزلتس، النتيجه بشكل كامل، يعني بشكل كامل كل الكونفيرجنز تبعيني 309، 309 مقسمين الى قسمين، القسم الاول الناس اللي سجلوا في ايميلي، القسم الثاني الناس اللي اشتروا الريبورت تبعي. الريتش وصل ل 2075 مع الزياده العشرة، هاي بين في زياده. اوكي، كم دفعت؟ 2 دولار و65. الريليفنس سكور اللي هي مناسبة الإعلان للناس اللي بعث لهم إياه، 10 من 10، نعم
الإعلان 10 من 10، شايفين قوة الكاستم أودينس؟ هذا الإعلان حكيت لكم إنه هو مستهدف فيه أنا الناس اللي دخلوا موقعي، اللي دخلوا أي صفحة في موقعي، شايفين الروعة 10 من 10، مستهدف جدا. عشان هيك هتشوفوا الفيسبوك حينزل السعر كثير جدا. نبدأ النتائج الحلوة جدا. الكونفيرجنز الأول اللي هو الخاص بالبورتشيس بالشراء 20 مبيعة، تخيلوا معي 20 مبيعة، يعني لو حسبناها حسبة صغيرة هيك 20 × 7.60، مش هيك حكينا؟ 152، وأنا دافع $2.65. هل إشي جيد أو مش جيد؟ طبعا جيد جدا يا هاني. هل أنت تعتبر الإعلان ناجح حتى الآن؟ لا. ليش؟ لأنه أنا هدفي، وهذا طبعا أنا بالعمد بدي أحكي لكم إياه، هدفي ومن هذا الإعلان إذا أنتم متذكرين هو ماذا؟ هو الليست بيلدينج، مش كم منتج بعت. وبالتالي لازم تضلك مركز على هدفك المخصص، الليست بيلدينج، تمام؟ طيب الكونفيرجن الثانية اللي هي الخاصة بالليدز، كم واحد سجل؟ 288 إيميل سجلوا عندي في القائمة، منهم 20 واحد اشترى، ودفعت عليهم $2.65. هل يوجد أفضل من هيك استهداف؟ مع أنه أنا بحكي لكم أنه أنا دافع قليل، لو دافع أكثر كان النتيجة كانت أحسن، بس أنا بدي ألم بيانات. طيب الكوست، كم كلفني كل بورتشيس، كل شراء كلفني 13 سنت، وبربح منه 7.60. كم كلفني كل ليد؟ 1 سنت، يعني زي ما بيحكوها بالأردن عندنا أرخص من الليفت، أرخص من الفجل. أوكي. أوكي شايفين القوة؟ كم كلفني الليد؟ 1 سنت. هذا كله لأنه أنا استهدفت صح، استهدافي صحيح 100%. إذا بعد ما شفت أنا الكونفيرجنز الليد 288 والواحد كلفني 1 سنت، إذا إعلاني ناجح. الآن شو بدي أعمل؟ بدل $5 بدي أفوت وأعدل وأخليها $10، لأنها ناجحة جدا. $5 هخليها $10، وهنا حزيد البيد، مش حزيد التكلفة البادجت اليومي، حزيد البيد فقط، شايفين؟ فحبيت أفرجكم هالفيديو، أفرجكم إنه الأسلوب اللي أنا عملته هيو أمامكم ناجح وبيجلب لي نتيجة، وإنت إذا بتعمله أيضا رح يجيب لك نفس النتيجة، تمام؟ إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا القسم، القسم البونص العملي بشكل كامل. شكرا، وكملوا معنا الخامس، مهم جدا عشان الليست بيلدينج، عشان هذا اللي بحكي عنه كله حشرحه بشكل عملي.